يواجه أصحاب معامل الطابوق وعمالها في منطقة النهروان بمحافظة بغداد الكثير من المصاعب التي تعيق أعمالهم وتحد من تطويرها، أبرزها عدم توفر مادة النفط، ناهيك عن شح الدعم الحكومي، الأمر الذي فاقم سوء أحوالهم. احنا نشتغل معامل الطابوق، قطعوا علينا النفط، وقفونا، وقفوا عملنا، وقفوا شغلنا، سووا التريلة بسبعة مدري بثمانية، الحصة ما اعطونا اياها مال النفط، عوائلنا كتلها جوع، ناس كتلها جوع، كل شيء ما ظل عندنا، قبل نطلع يوميا نشتغل، هسه قاعدين، ما نشتغل، النفط انقطع علينا. إذا تقدر تصور الموجود هسه آليات ما آليات تباوع على القواطع مال العمل، انهجرت شالت العالم كلها. وين تروح؟ شالت وين تروح؟ هذا أبو المحافظات يجي هنا، أبو النهروان عايش على المعامل، زين هو لا عنده راتب، لا عنده عيشة ويشتغل بيها، الأسواق وين يروح؟ ويطالب العمال إلى جانب تحسين ظروف عملهم الصعبة ومرتباتهم بتوفير النفط للمعامل وعودتهم للعمل مجددا، حيث باتوا وعائلاتهم يشكون من الجوع والحاجة بعد أن وصل بهم الحال لأن يكونوا عاطلين عن العمل. فلوس ماكو، معيشة ماكو، وين نروح بعد؟ يعني وين نطوجهن؟ نفط ماكو، ملاك نروح علي ماكو فلوس عده. إيه. وقاعدين عطالب عطاله وقف العمل وين نطوجه بعد؟ وتريلا صارت ب 11 مليون، وين نطوجه بعد؟ وين نروح؟ أنا طالب جامعة، لا عندي، لا أبوي عنده راتب، لا أمي عندها راتب، لا واحد من عمامي، الله وكيلك، بطلت من وراء، ما عندي معيشة، ما عندي معيشة. أنا طالب جامعة مرحلة أولى، السنة والعام تركت، صار سنتين من وراء ماكو معيشة، انقطع النفط، هسه قعدنا، لا حصلت لا من مستقبلي، لا من مستقبلي، دوامت ورحت للدوام، ولا من الشغل، الشغل وقف، هاي باع، كلها واقفة، المعامل كلها واقفة بسبب النفط. ويحمل العاملون وأصحاب المعامل الحكومة الحالية والحكومات السابقة مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم لأسباب كثيرة أهمها الإهمال والتقصير. عندك ضرائب الدولة، النفط بالشهر 25 مليون، هاي كلها مريدة من أبو المعمل، أبو المعمل شو يريد يصير؟ العامل عده 100-150 عامل بالصيف، بالشتاء 60-70 عامل، هذول كلهم على الله وعلى المعمل. يعني اذا وقف المعمل هاي العوائل كلها توقف. يعني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعني ما يشوف النهروان، ما يدز للجنه، ما يدز يقول هاي الناس يشتغل. والى ان تلتفت السلطات الحكوميه لمعاناه العاملين في مصانع الطابوق بالنهروان، يواصل العمال وعائلاتهم دفع ضريبة التقصير والإهمال الحكومي الذي يتنامى يوماً بعد آخر.